إجراءات حاسمة لإعادة هيبة الدولة في مصر تضمنها بيان صدر عقب اجتماع للمجلس العسكري مع مجلس الوزراء المصغر. البيان أشار إلى أن مصر تتعرض لمحنة حقيقية تهدد كيان الدولة ككل، وأنه ظرف استثنائي يستلزم تطبيق كافة النصوص القانونية المتاحة بقانون الطوارئ الذي كان مستهدفا وقفه، وذلك لردع من ارتكبوا أحداث السفارة الإسرائيلية الذين وصفهم البيان بغير الشرفاء. إحالة المقبوض عليهم ومن يثبت تورطهم بالتحريض أو المشاركة في أحداث أمس إلى محكمة أمن الدولة طوارئ. قيام أجهزة الأمن من الآن فصاعدا باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للتصدي لأعمال البلطجة وتأمين المنشآت، واستخدام كافة صلاحياتها القانونية بما في ذلك حقها الشرعي في الدفاع عن النفس. كان المصريون قد أمضوا ليلة سبت عصيبة أصابتهم بالألم جراء ما خلفته جمعة تصحيح المسار. 3 قتلى وأكثر من 1000 مصاب هم حصيلة اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة ومحتجين أمام السفارة الإسرائيلية عقب اقتحامهم غرفة الأرشيف الدبلوماسي للسفارة وإلقاء أوراق دبلوماسية تتضمن مراسلات سرية متبادلة بين الدولتين، ليتم بعدها إجلاء السفير الإسرائيلي في مصر إسحاق ليفانون وعائلته والعاملين بالسفارة على متن طائرة خاصة إلى تل أبيب. محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية سيكون لي تأثير سلبي على حقوق مصر فيما يتعلق بالاعتذار المطلوب من إسرائيل على قتل جنود مصريين في الشهر الماضي، ولكن أنا أرجح أيضا أن يتم الفصل ما بين الحادثتين، أن تعتذر إسرائيل عن قتل الجنود المصريين وأن تعتذر أرض مصر عن اقتحام السفارة وعدم توفير الحماية للبعثة الدبلوماسية الإسرائيلية. أجهزة الأمن المصرية اعتقلت عشرات المتهمين في الأحداث بتهم الشغب وتهديد السلم والأمن العام، فيما أعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار القصوى، واتهم مصدر أمني بها أياد خارجية بالتورط في أحداث السفارة الإسرائيلية. لا شك أن ثورة 25 يناير أفرزت ردود أفعال شعبية مختلفة أصبحت تضع خيارات محدودة أمام صانع القرار، وليس أدل من ذلك هذه السفارة التي أصبحت خاوية على عروشها للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل قبل أكثر من 30 عاما. هشام مهران، MTV، القاهرة.